أثابكم الله سماحة الشيخ، كثر الأسئلة حول حكم دعاء القنوت، دعاء ختم القرآن. الله جل وعلا أمر بدعائه، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، هذا من حيث العموم. من حيث خصوص ختم القرآن، هذا الشيء درج عليه كثير من المسلمين من عهد الإمام أحمد أو قبله، كما ذكر ذلك صاحب المغني. الإمام أحمد حضر الختم وصلى خلف الإمام الذي يدعو وأمن على دعائه وقال إنه أدرك عليها أهل الحجاز وكذا وكذا، فهي عمل طيب. الإنسان اللي عنده شك أو ما هو مقتنع وعنده دليل على عدم الختم لا يحضرها، لكن كونه يدعو مع المسلمين ويحضر مع المسلمين يشارك المسلمين في الدعاء. أما أنه يحضر في المسجد ويعتزل والناس يدعون ويؤمنون على دعاء الإمام وهو معتزل، مثل ما يفعل بعض المنتسبين إلى طلب العلم يظهرون المخالفة في المساجد، هذا ما هو طيب. يا إخوان، ترى المخالفة شر، ترى الخلاف شر، وكون إن هل ينتسبون طلب العلم يجلسون وينعزلون في المسجد؟ لو جلسوا في بيوتهم هان الأمر، لكن إنهم يجلسون في المسجد يحصل تفرق بين المسلمين، يحصل سوء تفاهم بين المسلمين، هذا أمر لا يجوز. نعم.